اخوتي اخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. يعني كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. تحيه الاحرار في المغرب وخارج المغرب، تحيه للمظلومين، تحيه للمعتقلين، تحيه للمخطوفين، تحيه لجميع الناس اللي كيعانيوا وما زال كيعانيوا من الظلم اللي كيمارسوا النظام المجرم المغربي. في هذا الموضوع قبل ما نهضر معكم، ولكن شتا كطيح، اللي سمعتو شي صداع، انا جالس في الزنقه، ماشي في الزنقه، جالس في الجرده، وشتا كطيح، فوالا ملي شتا كطيح راه غادي تسمعو الصوت اوتوماتيكمون. غير بغيت نوضح واحد النقطة للشعب المغربي والناس ديال القناة، اللي كنحييهم بزاف بالتعليقات ديالهم، بالمتابعات ديالهم، يعني باللايكات ديالهم، بالتسلايكات ديالهم، يعني حتى الانتقادات. شكرا حتى الناس اللي كينتقدونا، لان حنا ماشي نزلنا من السماء، ولا اي كلمه غادي نقولوها راه صحيحه، ولا اي فكره راه صحيحه. راه داكشي على حسب الانسان كيفاش عاش، كيفاش كيفكر، كيفاش يعني على حسب المفهوم ديالو للاشياء. يعني حنا ما جيناش باش غنفرضوا الراي ديالنا على الناس، ما جيناش باش نفرضوا الافكار ديالنا على الناس، ولكن جينا هنا باش كناقشوا الواقع، كناقشوا اشنو طري في المغرب. هناك بعض الناس اللي تيقول لك انت بعتي الفيستا ولا بعتي الماط ولا بعتي نو. غير بعض الاحيان ان الانسان تيبقى غير كيلوم، تنبقاو نلومو النظام بزاف، ولكن في الحقيقه راه ما خصناش نلومو النظام، راه حنا اللي سامحين النظام يدير فينا هذا الشيء، راه حنا اللي مخليين النظام انه يدير فينا هذا الشيء. ولكن الموضوع الاساسي اللي بغيت نهضر عليه في هذه القضيه، ولا في هذا الموضوع، ولا في هذا الفيديو، ولا كيف بغيتو تسميوه، وهو واحد القضية اللي بزاف الناس ما تيحاولوش يتفرقوا ليها، اللي كنعرفوا ان كاين القمع المباشر اللي كيتجلى في البوليس، في السجون، في المحاكمة الغير العادلة، في التهم الملفقة، هادشي كله كيتسمى قمع مباشر. ولكن واحد القمع اللي الناس ما تيحسوش به وما تيعرفوش، ماشي ما تيعرفوش، ربما كاين الناس اللي كيعرفوه، ربما كاين الناس اللي كيحسوا به، ولكن هو القمع الإعلامي، القمع الغير المباشر، يعني التخدير. هذاك راه نوع من القمع، يعني التهميش راه نوع من القمع. يعني أن الشعب ما عندوش كلمة، الشعب ما كيسمع ليه حتى واحد، هذاك راه نوع من القمع، هذاك نوع من القمع النفسي اللي هو أخطر من القمع المباشر. مازال القمع المباشر راه كيطبق على واحد المجموعة من الناس، ماشي على جميع الشعب المغربي، ولكن القمع النفسي راه هو اللي كيطبق على جميع المغاربة. يعني الانسان ملي كيتقمع من طرف النظام، هذا شيء خطير بزاف. النظام ما كيسمعش ليك، النظام واخا تطلب حقوقك ما يتسوقش ليك، يعني انت الكلمه ديالك غير مسموعه. هذا نوع من القمع، يعني ملي الناس كيطالبوا بالحقوق ديالهم والنظام ما كيسمعش ليهم، هذا نوع من القمع، ولكن حنا ما كنحسوش به. يعني الانسان كيحس بالقمع ملي كيضرب بوليسي مثلا، ولا كتمشي للحبس، ولا مثلا كتحاكم محاكمه غير عادله. هادشي كله يعني كينحصر في واحد المجموعه من الناس، ولكن راه القمع النفسي راه كيطبق على جميع المغاربه. نعطيكم مثال صغير، مثلا طفل صغير مثلا، الاب ديالو كيضربوه منذ الطفوله، ملي كان صغير هو كيضربو، هذاك الطفل غادي يطلع ما عندوش شخصيه، غادي يطلع خواف، غادي يطلع تيقلب على اللي يحميه. اوكي، وهذا هو الاسلوب اللي كيخدمه النظام المغربي مع جميع الشعب المغربي، وهو القمع النفسي. راه ديك الاخبار اللي كتجي مثلا في القنوات التلفزيونيه ديال المخزن، اللي كيجي تيقول لك جلاله الملك دار ولا الحكومه دارت، ولكن هما غير تيكذبوا عليك. هذا القمع النفسي، لان الشعب كيبقى غير كيتفرج، الشعب ما عندوش الامكانيات، ولا ما عندوش مثلا القوه، ولا ما عندوش مثلا الجراه انه يقول لا هذا الشيء راه خاطئ وهذا الشيء كذوب. ورغم ما تيقول الشعب هذا الشيء، ولكن تيقول لراسو ما غاتقدرش تخرج تمشي عند مسؤول تقول لي كتكذب، ولا غاتمشي عند الملك وتقول لي كتكذب، ما تقدرش. هذا يعتبر قمع، هذا هو اخطر قمع كيمارسو النظام المغربي على الشعب المغربي، اللي ما كيحس به حتى شي واحد، وما عمر شي واحد تكلم عليه. كيفما كنعرفوا ان تصور انت مثلا غادي مع واحد الانسان وكتهضر معاه وهو ما كيسمعش ليك، اشنو كتحس براسك؟ كتحس انت براسك يعني مكلخ، كتحس براسك ما كيتسوقش في الهضره ديالك، يعني ما بديهاش فيك. راه بحالك داك الانسان، هاك داك الشعب كله، انه حتى واحد ما كيسمع ليه، يعني كيطالب بابسط الحقوق وحتى واحد ما كيسمع ليه. هذا نوع من القمع. عاد كنشوفوا مثلا القمع بجميع انواعه في المغرب، القمع الاعلامي، ديك الصحافه مثلا اللي كتخرج كتطبل النظام، هذاك نوع من القمع.
الصحفي اللي كيخرج كيبقى يطب بالنظام ولا كيبقى الراي، كيبقى يطب بالراي في الحكومه ولا كيبقى يطب بشي واحد، هذاك نوع من القمع. هذا نوع من القمع، لانك كتشوفوا مثلا تنكذب عليك، كتشوفوا مثلا تزور الحقائق، كتشوفوا كيزيف الحقائق، ولكن انت ما عندك ما دير. واحد القضيه اخرى، مازال القمع المباشر راه كيبان. القمع المباشر كتبقى مثلا ضربك بوليس، كتبقى تضرب مصوره لك في يديك، كتبقى مثلا مصوره لك في ظهرك، ولكن راه القمع النفسي راه الجرح ديالو اكثر من القمع المباشر. شتي الجرح الغير، القمع الغير المباشر يعني الالام ديالو والجرح ديالو لا يضمن، ما كتبراش الجرحه ديال القمع النفسي اللي كيتمارس على الشعب كله. وحتى واحد ما كيهضر عليه لان ما كاينش قوانين. واش كاين مثلا غتمشي تقول مثلا القاضي تقول لي راه الشعب غتمشي عند تقول لي راه الشعب يعذبني نفسيا، ولا الشعب، ولا مثلا تقول لي راه النظام كيقمع علي نفسي. ما كاينش قانون اللي غادي يهضر على هذه القضيه. هذا الشيء علاش النظام المغربي ينتج الى القمع النفسي، الى القمع الاعلامي، الى القمع الغير المباشر. وهذا الشيء سيستمر لسنوات ولسنوات، لان لحد الان باش غادي تحكم على واحد الانسان اللي كيقمعك نفسيا، يعني باش غادي تحكم على واحد الانسان اللي كيقمع لك المشاعر ديالك، كيقمع لك الجوهر ديالك، ما عندكش كيفاش تحاكمه، ما عندكش كيفاش تدعيه، ما عندكش حتى شي حاجه. وهذا هو القمع الخطير. راه انسان ملي كيخرج في فيديو هو كيطب النظام، ولا تيقول لكم جلاله الملك، ولا الملك مظلوم، ولا الملك ما سيقش الخبار، هذا نوع من القمع النفسي، هذا نوع من القمع الاعلامي. هذا هو القمع اللي خاطر اللي خص الناس ينتبهوا ليه. هذا واحد النوع اللي يعني التجأت ليه الدول الدكتاتوريه، خاصه ملي كنلقاو مثلا اصوات ديال حقوق الانسان والامم المتحده كتهضر على القمع المباشر. الدول الدكتاتوريه القمعيه التجأت الى القمع الغير المباشر، الى القمع النفسي، القمع اللي كيقتل فيك الكرامه، القمع اللي كيقتل فيك الحياه، القمع اللي كيقتل فيك حتى روح المبادره بكثرة القمع. يعني الإنسان كيتعرض للقمع منذ صغره. تصور كتولد واحد الدولة مقموع منذ الصغر، لا حقوق لك، ما حتى واحد ما كيسمع ليك، حتى واحد ما كيديها فيك، مهمشك. هذا راه نوع من القمع. هذا واحد القمع اللي خطير جدا. هذا واحد القمع اللي الشعب بعد هذا القمع، هذا بعد 20 سنة وللأجيال القادمة غادي نشوفوا، غادي تكون أكثر سكوتا وغتكون أكثر صمتا من الشعب، من هذا الشعب اللي كاين دابا في المغرب. راه هذا القمع الذي هذا يعني نشر التفاهة في الإعلام، يعني هو نوع من القمع. لأن مثلا بحال شي واحد كيجي كيكذب عليك باش كينومك، وهذا الشيء كله شنو هذا؟ وهو التنويم. يعني لأن كنعرفوا أن النظام المغربي كيشوف الشعب المغربي كقاطع، يعني باش يسير ذاك القاطع وباش يتحكم فيه خصو يلقى لي شي اسلوب. لان كنعرفوا ان مثلا في عصرنا الحاضر ان القمع المباشر ولا معروف ولا كيتعرف، كيتشوهوا، كيديروا، يعني هما لجؤوا للقمع الغير المباشر باش كيسهلوا عليهم الطريق، باش كيسهلوا عليهم التحكم. انا نقول لكم واحد القضيه مثلا، ملي تيخرج مثلا وزير الصحه يقول لهم حنا ما خصناش، حنا ما نسمعوش الاقليه، اوكي؟ علاش؟ لانهم عارفين ان الشعب المغربي الاغلبيه ديالو يلتزم الصمت. راه وزير ولا مسؤول اللي كيهضر تيقول لك اودي، بحال دابا الناس اللي خرجوا ضد التلقيح الاجباري، وزير الصحه خرج تيقول لهم اودي حنا ما يمكنش نسمعوا الاقليه. ولكن اذا جينا نشوفوا غادي نلقاو الاغلبيه كلها كتعاني، الاغلبيه كلها ضد التلقيح، ولكن لانهم عارفين الشعب ساكت، الشعب صامت، يلتزم الصمت، ليس لانه راضي عن الوضعيه، ليس لانه راضي عن التلقيح، ولكن خوفا من القمع المباشر. دابا هذا هو اللي خلى مثلا الشعب المغربي، يعني القمع الغير المباشر خلاه يخاف من القمع المباشر، وهذا شيء خطير جدا. كنتمنى الاخوه والاخوات، كنتمنى بعض الناس يهضروا على هذه المسائل هذه، لان مثلا ما نبقاوش نهضروا غير على القمع المباشر. مثلا راه كاين شي قمع اللي حنا ما كنعرفوش، اساليب جد قادره يستعملها النظام لتنويم الشعب، لتخدير الشعب، لقمع الشعب بطرق يعني علميه، بطرق طبيه، بطرق يعني اللي كتحتاج دراسات، كتحتاج ناس في علم الاجتماع، كتحتاج ناس في علم النفس، باش كيخلوا هادشي كيتنشر في وسائل الاعلام، كيتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، انت بلا ما كتحس، انت بلا ما كيضربك لا بوليسي لا والو، ولكن كتدخل سوق راسك. يعني ملي تصور ان انسان
ما عمره مثلا انه تواجه مع الشرطه ولا مع بوليسي ولا غير ضربه بوليسي، ولكن رغم ذلك كيفرض الرقابه على راسه. هذيك فرض الرقابه راه نوع من القمع، هذاك نوع من القمع النفسي، هذاك نوع من القمع الغير المباشر. هادشي اللي كنحاول مثلا نفهم الناس انهم خصهم يفهموا هادشي، لان ما يمكنش واحد الانسان غادي تكون عنده مثلا، تصور مثلا الشعب تكون عنده الكلمه انه يخرج للظهر، ان الحكومه ولا رئيس الحكومه ولا الملك يخرج يقول فوالا هاد القضيه خصها تتناقش، على الاقل يتناقش. شوف كيف ما كيطرا في الدول المتقدمه ملي كيخرج الناس كيتظاهروا كيكون نقاش، كيوقع نقاش بين المسؤولين، بين افراد الشعب، بين يعني عده جهات اللي كتدخل في ذاك النقاش باش كيلقاو حل. ولكن في المغرب ما عندناش هذه القضيه، النظام المغربي لا يلتجئ الى البحث عن الحلول والى اللجوء الى الحلول، بل يلتجئ الى انواع قذره من القمع لكي يجبر المواطن على مراقبه نفسه. وهذا اللي كيطرا في المغرب، كنلقاو الانسان المغربي يراقب نفسه اكثر ما يراقبه النظام. وهذا الشيء ماشي جا هكذاك بين ليله وضحاها، ولا يعني الناس كروف الصباح لقاو راسهم بحال هكا، لا لا، هذا يعني هذه واحد المسيره، هذه واحد منذ سنوات طويله، وهو النظام تيخدم على هذه القضيه هذه اللي خلى ان كل مواطن في كل مواطن من الشعب انه يفرض الرقابه على نفسه. وهنا كنشوفوا مثلا بعض الصحفيين اللي كيخرجوا مثلا، فاش كيخرج شي واحد مثلا ضد النظام ولا كينتقد النظام ولا كينتقد المسؤولين، كنشوفوا واحد المجموعه من الذين ينتمون الى ما يسمى بالاعلام، اللي هو ماشي اعلام، اللي هو نوع من التخدير، نوع من القمع النفسي، كيخرجوا كلهم في مجموعات في التواصل الاجتماعي في جميع يعني اي حاجه كتوصل للشعب كيخرجوا كيستعملوها باش كيوصلوا للشعب ان هذاك الانسان اللي ضد النظام ولا ضد الاوضاع في المغرب راه احمق، راه مريض، راه هادي. تيبدا يجبدوا لي مثلا في الفضائح الجنسيه، في الفضائح الماليه، يعني كيحاولوا يشوهوا الصوره ديال ذاك الانسان باش الحقيقه ديال ذاك الانسان تغير عند الشعب المغربي ولا تغير عند المتلقي. وهما هذا الشيء باش عايشين، هما هذا الشيء باش النظام المغربي يستمر عن هذه الطرق، يعني قادره جدا باش هو غادي في هاد أمه اللي جيت تشوف الحقيقة. النظام المغربي فاشل، المسؤولين المغاربة فاشلين، يعني نشوفوا مثلا والفشل يزداد يوما بعد يوم، والفشل يتكرر، وهذه هي المصيبة. دابا كون خير كانوا مثلا يحاولوا مثلا يخرجوا من ذاك الفشل اللي عايشين فيه، ولا اللي ما عايشين فيه وطن، ولا اللي ما عايشين فيه بلاد، ولا ما عايشين فيه شعب، كون كيحاولوا يلقاو حلول ذاك الفشل ديالهم. ولكن لا، ما باغيش يلقاو حلول، لأنهم عارفين أنهم يفرضوا واحد الاسلوب اللي قادر، واحد الاسلوب لافساد الشعب، واحد الاسلوب لتلوين الشعب عن طريق الميديا، عن طريق التفاهه في وسائل التواصل الاجتماعي. راكم كتشوفوا مثلا وسائل التواصل الاجتماعي المغربيه ماذا ينتشر فيها، يعني وليتي كتشوف ان وسائل التواصل المغربي الا واحد 10% ولا 20% مثلا الناس المعارضين المناضلين اللي عاجبهمش الاوضاع اللي كيحاولوا ينوروا الناس هما اللي كتلقاهم، ولكن الاغلبيه كتشوفوا التفاهه، هذوك سميتهم اللي كيتعراو تيبقى يشطبوا تيبقاو يديروا، كتلقى المشاهدات ديالهم عاليه، كتبقى المشاهدات طالعه كتبقى. ولكن الناس مثلا اللي كيقولوا الحقيقه ولا اللي كيخدموا الاوضاع حتى واحد ما كيشوفهم. هذا ماشي خوفا منهم ولا خوف، ولكن الشعب المغربي اصبح يفرض الرقابه على نفسه. حتى بعض الفيديوهات مثلا كتوضح الفساد ما كيبغيش يشوفها، علاش؟ لانه صدق، ولانه هو كيامن انه راه الا شاف ذاك الفيديو راه يقدر يوقع عليه مشكل، رغم ان ما غيوقع عليه والو، ولكن تيفرض الرقابه على راسه. راه افراد مثلا الشعب اللي ما كيشوفش هذه الفيديوهات ديال المناضلين ديال الناس المعارضين اللي كيفتحوا الفساد، راه ماشي ما كيشوفوهمش خوفا، نو، ولكن المواطن المغربي اصبح يفرض رقابه على نفسه بلا ما يحتاج للمخزن، بلا ما يحتاج للمخابرات، بلا ما كيحتاج حتى شي حاجه. وهذا الشيء يزداد يوما بعد يوم، كنلقاو ان الشعب المغربي اصبح يتجه الى الخرافه، اصبح يتجه الى التفاهه، وكيلقى فيها راحته. علاش كيقول لك انا ما باغي الصداع؟ انا فهمتي كتلقاه هواك الله، كتلقاه فيه عادي، ولكن تيفرض على راسه انه ما يتثقفش، انه ما يعرفش الواقع في المغرب. علاش؟ لانه يفرض الرقابه على نفسه ويطبق الرقابه على نفسه، هذه الرقابه اللي كيفرضها النظام بطرق قادره باش تخلي الشعب المغربي انه كيامن بهذا الشيء. هادشي اللي بغيت نوصل للمغاربه خوتي خواتاتي،
حكيت اللي يعجبك في الموضوع، وتبارك الله عليكم، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم.